كتعجبكم البيتزا ولكن كتعكزوا توجدوا العجينه ديالها. اليوم جبت لكم الحل، تبعوا معايا الحلقه. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم وليمة مع حليمه. وصفتنا اليوم غتكون بيتزا ولكن ماشي بالعجينه غير بالبطاطا. بقاو معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوها. غادي نحتاجوا في المكونات صوص طوماط على حساب الرغبه، لدان فيمي مقطع، فرماج محكوك، اما تستعملوا موتزاريلا بوحدها او تخلطوا الموتزاريلا والفرماج الاحمر، جوج بطاطات، بيضه، لا شابلور، معلقه ديال المايونيز، زعتره او الزعتر، ملح والبزار. نخليكم مع لائحه المكونات وغندوزو مباشره لطريقه التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقه مواقع التواصل الاجتماعي. اول حاجه كناخذوا بطاطا اللي سلقناها من قبل وكنحاولوا اننا نمعسوها مزيان فرشيطه، اولا عندكم الاداه اللي كنمعسوا بها بطاطا. غادي نستمر حتى كلها كترجع يعني منسجمه، ما كيبقاوش طراف كبار. غادي نزيدوا معلقه كبيره ديال المايونيز، بيضه، الملح، البزار، شويه ديال الزعتره او الزعتر، وجوج معالق كبار ديال الفرماج محكوك، والكميه الاخرى نخليوها باش نديروها من الفوق. غنخلطوا مزيان وغادي نزيدو شويه ديال لاشابلور حتى نحصلوا على عجينه متماسكه واحد شويه، ماشي بزاف، تقريبا واحد المعلقه. صافي كيكون الخليط ديال البطاطا ديالنا واجد. غندوزو مباشره باش نديروه في المول. كناخدو مول مدهون بالزبده او اي مول عندكم نفرشوه ورق الطبخ وكنوضعو فيه البطاطا ديالنا بهذا الشكل، يعني كتكون طبقه شويه رقيقه ما غليظاتش بزاف. صافي غادي نستمر كنقادها مزيان. بعد ما قديتها بهذا الشكل كناخدو صوص طوماط جاهزه او ممكن توجدوها، كديروا مطيشه كتسلق، كندهنها بهذا الشكل. غادي ندير الفرماج، كنديروا لدان فيمي اللي ممكن دير تعوضوا باي حاجه عندكم كتبغيوها في البيتزا، مثلا الطون او الكفته، الزيتون، الفلفله اللي بغيتوا. صافي غير كنقادو بهذا الشكل. غادي نشعلوا الفران يسخن على 200 درجه وغادي ندخلوا البيتزا ديالنا تطيب عليه تقريبا واحد 15 دقيقه. مهم تبان ان البطاطا شدت راسها مزيان كتكون واجده. نرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالها. الشكل النهائي للوصفه اليوم هو هذا، بيتزا بالبطاطا بلا عجينه، سهله ولذيذه. وصلنا لنهايه الحلقه، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه ديال اليوم. كنشكركم دائما على المتابعه وما تنساوش تتابعوا برنامجكم وليمة مع حليمه على مواقع التواصل الاجتماعي، والى اللقاء.